آسر ياسين يتحدث عن جوانب كثيرة من شخصيته، يكشف عن أسرار طفولته حتى تحمله مسؤولية الأبناء. بهيدا الحلقة رح نحكي عن تصريحات الفنان آسر ياسين ببرنامج أي بي توكس. حل الفنان المصري آسر ياسين ضيف مع الإعلام الإماراتي أنس ضمن برنامجه أي بي توكس، وكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بطفولته، وذكر أنه كان طفل شديد الحركة وشديد النشاط لدرجة أنه كان يجرح حاله بكثير من الأحيان، وبيأكد أنه ابنه زين ورث هيدي الصفة منه إذ أنه كثير الحركة مثل والده تحديداً. أما عن الجانب الإبداعي بشخصيته فبيقول أنس انه ورث هيدا الشيء من والدته، اذ انه كانت مخصصت له غرفه تحديدا لإله لحتى يمارس فيها هوايته، وهيدي الغرفه كان يتم تصنيع الحلى والمجوهرات فيها بالاضافه للرسم. التمثيل ما كان ابدا من مخططات آسر ياسين، خاصه وانه كان دارس الهندسه بالجامعه الامريكيه، ولكن لما حصل على هيدي الفرصه شجعوا شقيقه بشكل كتير كبير. اما والده ما اعترض، ولكن قال له انه حط خطه لمده سنة. إذا ما لقيت حالك نجحت بهيدا المجال لازم تنتقل لمجال آخر. بيوصف آسر نفسه بأنه شخص حساس جدا، وأنه انطوائي وبيحب يجلس لحاله بأغلب الأوقات، ولكن ببعض الأحيان بيحب أنه يكون في أشخاص حواليه ليستمد منهم الطاقة الإيجابية. وبيقول أنه الحيوان المفضل عنده هو الدب لأنه بيشبه من خلال انطوائه وهدوءه. من جهة تانية بأكد آسر ياسين بأنه الزواج منا مؤسسة سهلة، وهي بتحتاج للكثير من الحب والاحترام والتفاهم بين الطرفين. وبيقول أنه زوجته بتعرف باسورد تليفونه، ولكنهم بيوثقوا ببعضهم بشكل كتير كبير وما بيلجأوا لهيدي الأساليب أنه يفتشوا بتليفونات بعضهم. أسعد يوم بحياته هو اليوم يلي ولد فيه ابنه، ولكن أصعب موقف هو لما ابنه وقع على رأسه وانجرح بشكل كتير كبير وقت كان عمره بس شهرين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.